الاطرافية لو بيساكني. البلد دي بقت ما امنه، خلوا بالكم. ايها الرب الرحوم، نضع بين يديك هذا الارواح. رايي طلع مجد ابوي لقيته. انت اسمك مين؟ انا جوليا. هاي ده دانيال ولدي. صاحب الخادم ولا شنو؟ راجل وين؟ رد قال لي ابو رايد. هاني الموضوع ده دفاع عن النفس، يعني ما في شيء. زعل لو قدرنا to forgive and forget شمالين. Maybe we can heal and build a better home. افترض عليا خلوا الهون وما كذب ثاني. منيتي؟ كلنا كذبنا يا اكرم. قدرت تصالح الناس اللي قتلوا اهلك؟